أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار، وينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو ستانيسلاف بايشوك، أستاذ علوم السياسية في جامعة موسكو. أهلا بك سيد ستانيسلاف. الكرملين يواصل الإصرار على أنه ليس لديه خططا لاجتياح أوكرانيا، بالمقابل يزيد حشوده على الحدود، والانفصاليون في الشرق الأوكراني يخلون المنطقة. على ماذا تدل هذه المؤشرات؟ ومتى نتوقع بدء العمليات العسكرية؟ مساء الخير من موسكو. في الواقع أنا متأكد أن هذا جزء من الحرب النفسية أكثر منه استعدادات فعلية للحرب. دعنا نعود إلى الوراء قليلا، إلى نهاية العام الماضي، عندما المعلومات المختلفة كانت تنشرها وسائل الإعلام الغربية أن روسيا بدأت في نشر القوات والعربات على الحدود الشرقية لأوكرانيا، وربما روسيا كانت على وشك غزو أوكرانيا. هذه المعلومات جاءت في أواخر نوفمبر. نعم، ولكن يعني سيد ستانيسلاف، كي لنعود كثيرا إلى الوراء ولنصحح يعني السجل، تبين أن هذه المعلومات صحيحة، وبالتالي بدأ الحشد الروسي منذ ذلك الحين ووصل إلى 200,000 جندي اليوم. وروسيا في الساعات والأيام الماضية قالت أنها سحبت قواتها من الحدود، ولكن تبين أنها زادت هذه القوات. كي لا ندخل في هذه يعني المسائل والدعاية المضادة، برأيك إلى ماذا تهدف هذه الحرب النفسية باختصار؟ بالتأكيد هدف موسكو هو إكراه كييف على التفاوض مباشرة مع قادة ما يسمى بالجمهوريات الانفصالية لودانسك، وفي نفس الوقت هي تريد إكراه الغرب خاصة الولايات المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بهواجس روسيا الأمنية التي نشرت في نهاية العام الماضي. مرة أخرى، إذا أردت أن تغزو أو أن تطلق هجوما مباغتا، فلا تقوم بنشر قواتك لعدة أشهر في وضح النهار، وكل العالم يرى ذلك. يعني في هذه الحال هكذا. على الأوكرانيين ألا يقلقوا إذن، والعالم وعليه أن يتفرج ليرى الانسحاب الروسي قريبا من الحدود، إذا كانت الحرب حرب نفسية فقط وليست عسكرية كما تقول. مرة أخرى، نحن نعيش في عصر المعلومات. 90% من الحرب هي حرب معلومات نفسية، و10% لها علاقة بنشر القوات الفعلي أو الحرب الفعلية. ابتداء من نهاية العام القادم لم يكن هناك أي مؤشرات على هجمات روسية. هناك الكثير من القوات الروسية، وروسيا تريد أن تظهر لأوكرانيا والعالم أن القوات موجودة. واليوم قادة الجمهوريات الانفصالية أعلنوا عن إجلاء ضخم للنساء والأطفال والمسنين إلى روسيا. المخاطر عالية، ولكن مرة أخرى لا يبدو أن أوكرانيا تريد أن تطلق هجوما على الجمهوريات الانفصالية، ولكن الخشية هو العكس، يعني وليس الهجوم الأوكراني، الهجوم العكسي الروسي على أوكرانيا. على كل، هل أن الشعب الروسي مهيأ برأيك للدخول في حرب مع أوكرانيا، خصوصا أن هناك أقارب للروس في أوكرانيا؟
لا، طبقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، الجمهور الروسي مرة أخرى ضد أي حرب مع أوكرانيا أو أي طرف آخر. هناك آراء مختلفة بشأن كيف يجب على موسكو التعامل مع الجمهوريات الانفصالية. هل نعترف باستقلالها عن أوكرانيا أو هل نرحب بهم ونجعلهم جزء من روسيا أو نعيدهم إلى أوكرانيا؟ ولكن هناك أصوات الحرب، أحدها يقول لقد أصدرنا قرارا بإخلاء حاملي الجنسية الروسية، لأن 50% أو أكثر من الناس الذين يعيشون في الجمهوريات الانفصالية حصلوا على الجنسية الروسية في السنوات الأخيرة. طيب، وهناك رأي يقول أن روسيا عليها أن تخلي رعاياها فقط. طيب سيد ستانيسلاف، برأيك إلى أي أو هل يمكن أن تتحول هذه الحرب النفسية إلى حرب عسكرية؟ وبالتالي في حال قيام روسيا بغزو لأوكرانيا، ماذا ستكون أهداف هذا الغزو؟ إمكانية حدوث حرب أو نشوب حرب موجودة دائما، خاصة إذا كانت لديك القوة العسكرية. ولكن إذا أريت بندقية لشخص فهذا لا يعني أنك ستستخدم هذه البندقية ضد هذا الشخص. أحيانا تستخدم البندقية للردع ومنع ذلك الشخص من عمل أشياء ضدك أو ضد أصدقاء لك أو أعضاء من مجموعتك العرقية. لا أرى أي فائدة في روسيا أو بالنسبة لروسيا للتدخل حاليا، لأنه من الواضح ستكون هناك عقوبات قاسية من جانب الغرب وسيكون هناك الكثير من الوفيات وانتزاع أرواح كثيرة ودمار ويأس، ولن يكون هناك مكاسب إيجابية لروسيا. لماذا بحق السماء تحتاج روسيا أن تأخذ هذه الأراضي التي يجب أن تستثمر روسيا في بنائها وفي منح وظائف وتقاعد لكل هؤلاء؟ لا أرى فائدة لروسيا أن تتدخل الآن. وهذا ما يسأله المجتمع الدولي أيضا، سؤال مهم. ستانيسلاف بايشوك، أستاذ علوم سياسية في جامعة موسكو، شكرا جزيلا لك.